بسم الله الرحمن الرحيم. هذا يوم عيد المولد النبوي لسنة 2014، ما عرفنا شحال السنة الهجرية هذا العام. قدامي بعض الأطفال بحي مولاي 1435. هذه راه بنت الفقيه اللي قالت لنا التاريخ، فأنا نقول لها شكرا. 1435. وكان داو هاد منها كيسميتك بنتي؟ بسمة. خلات تهضر الله يسعدك. كيسميتك؟ بسمة. فأنا قسم؟ ثالث. شنو هو المتمنيات ديالك هذا العام؟ شنو كتمناي هذا العام السنة الهجرية الجديدة؟ نتمنى إن شاء الله تنجح ياك. شنو آخر؟ تاكلي مزيان وتعمري كريشة. حنا غادي نشوفوا، راه اللي قال الحوار مزيان غادي نعطي جائزة. نطقي يلا قبل ما نقطع. ننجحوا كاملين. هز اجمع. شنو آخر؟ يلا هانتي وفاء. سمعتي وفاء الدريمشي. يلا شنو هو المتمنيات ديالك في هذه السنة 2014؟ كنتمنى ننجح وتكون دوز هذه السنة زوينة إن شاء الله على جميع المسلمين. يلا وهذه البنيتة هذه كيسميتها؟ سلمى. وعلاش ما جبتيش هذاك البنيتة خيتك الصغيرة؟ رميسة نجيبها؟ زعني، علاش ما جبتيش رميسة؟ كتخرج ولا ما كتخرجش؟ مازال كديري مسالة في القسم ولا ما بقيتيش؟ دابا غتنجحي إن شاء الله وندوزو لهذ البنيتة هذه كيسميتها؟ حفصة. حفصة بنت الدريبة حتى هي الله يعطيها الرزاق، راه عند بابا حاجي. شنو هو المتمنيات ديالك؟ شنو باغي هذا العام ان شاء الله؟ شي حاجة اللي كتمنيها على الله قوليها دابا. بغيت ننجح وبغيت ان شاء الله وبغيت ندوز هذا العام مزيان يا ربي. وهذه البنيتة الزوينة عاود سميتي منال وبنيتي مغيلي وتلقرا السنة الثالثة، وتنتمنى هذا العام يدوز كله بخير وننجح وكل أمنيات تتحقق. وشنو كتمنى لبابا حاجي ووليداته؟ تنتمنى له التوفيق، كل خير وتوفيق. هيا هذه عاد هي هذه زاد ذاك النهار قلنا لها اسبوع وكبرت هي ولات كبيرة دابا. كي سميتها؟ رباب. وكي سميت الأخ ديالك اللي كيدير الأمداح النبوية؟ ذاك الكبير كاع اللي في تركيا؟ قول لك تركيا؟ يوسف. عندك عزيز ولا؟ تركيا. عندك عزاز خوت كاملين ياك. شنو كتمنى لهم هذا العام إن شاء الله؟ النجاح ياك والبركة بحول الله ياك مع قوتي. وهاد بنتك كي سميتها؟ ها؟ وقولي سميتك؟ سيلتا. كتقرا عند بابا حاجي انتيا هكاك؟ ها هما كيرميو لنا الكاغيط هاد الوليدات هادو. تاهي تتمنى وندوزو لهادي. كي سميتك بنتي انتيا؟ فاطمة الزهراء. فانا قسم كتقرا تبارك الله؟ ثالث. ايوا شنو هي الأمنية ديالك هاد العام إن شاء الله؟ الأمنية ديالي نجح. ايه ملي تنجح شنو باغي تولي في المستقبل؟ شنو هي الخدمة اللي باغيها اللي كتعجبك وباغيها ديريها انت؟ ها؟ طبيبة. الله يخلص عليك. ها هو صاحب النجاح وليدات الدريبة غادي يكبروا. انت هذا راك صغير كنصور حتى وقتكم. ها هما كبروا تبارك الله. وهاد الوليد هذا الزوي من فينا نساوي؟ هذا اللي عنده جبهات المعلمين. فين راك فين كتقرا هاد العام؟ اقرا. تبغي شي تقويقة؟ عاقل على التقويقة؟ عاقل على أبي جدا. شكون اللي مازال؟ وهاد الوليد كي سميتو؟ ياسر. ها؟ ياسر. تيسير؟ ياسر. ياسر. إيوا سيدي. أجيو عندي كلشي لقيت قدامي هنا، أجيو لهنا هنا 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 أجيو هنا. مع الأسف بابا حاجي هاد النهار ما لبش شي مزيان، لأنني كنت كنستغل هاد النهار شي مسائل عندي، ورغم ذلك أقول للأحباء الصغار سنة سعيدة وكل عام وأنتم بخير. وإلى اللقاء في فرصة أخرى والسلام.